مساء الخير لكم جميعا من وين ما كنتوا عم بتتابعوا شاشة رؤيا على امتداد هالبلد الغالي، واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اخبار الدار. رح نشوف بهالحلقة: بيت عرار، ذاكرة شاعر ومعلم ثقافي، المرأة الأردنية عطاء وكفاح، مجتمعات اعتادت الترحال وبترفض المدنية. أهلا من جديد. إذا رح نشوف بحلقة اليوم من أخبار الدار مجموعة جديدة من التقارير أكيد أعدوها طلابنا بعدساتهم وكاميراتهم. زاروا مناطق مختلفة، شافوا ظواهر مختلفة وحبوا يعكسوا لكم إياها على طريقتهم الخاصة. تقريرنا الأول بهالحلقة هو عن بيت عريق موجود بشمال الأردن وصار يشكل علامة حضارية وثقافية بمسيرة الأردن. يا أردنيات إن أوديت مغتربا فانسجنها بأبي أنتن أكفاني، وقلنا للصحب واروا بعض أعظمه في تل إربد أو في سفح شيحاني. عرار هو الشاعر الأردني مصطفى وهب التل، ولد شاعر الأردن عام 1899 ميلادية في محافظة إربد، وترعرع هناك وعاش حياته يتغنى بالأردن وجمالها إلى أن توفي عام 1949، ونقل جثمانه من مقبرة شمال إربد إلى بيته الموجود في شرق تل إربد. مصطفى وهب التل أشهر شعراء الأردن على الإطلاق، وواحد من فعول الشعر العربي المعاصر، لقب بشاعر الأردن، وعرار في شعره جودة ورسانة ومناهضة للظلم ومقارعة للاستعمار. حصل على وسام النهضة من الدرجة الثالثة من أبنائه وصف التل، والذي شغل منصب رئيسا للوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، كما وشغل ابنه الثاني سعيد التل منصبا نائبا لرئيس الوزراء. بني بيت عرار من قبل والده صالح التل عام 1905 ميلادية، وشهد هذا البيت أحداثا تاريخية تعتبر من العلامات الفارقة في تاريخ الأردن الحديث. بنى هذا البيت صالح المصطفى التل والد الشاعر عرار، حيث تم الانتهاء من بنائه سنة 1905. سكن هذا البيت المستشار البريطاني التابع لفلسطين قبل الإمارة سمر سميث، ثم سكنه طبيب هندي الأصل بريطاني الجنسية، واستخدمه كعيادة وكسكن اسمه سنيان. ثم تأسست فيه مدرسة العروبة في سنة 1944 إلى 1950 التي أسسها المرحوم المربي الفاضل محمود علي أبو غنيمة. وفي عام 1994 ميلادية قامت شقيقات الشاعر بالتبرع بمنزله ليصبح معلما ثقافيا بارزا تخليدا لاسم الشاعر، حيث تقام فيه ندوات وأمسيات شعرية ومعارض فنية. يزور هذا المعلم مختلف فئات المجتمع من أدباء وشعراء وطلاب المدارس والجامعات. في سنة 1994 بالتحديد في 13/11/1994 تبرعت شقيقات الشاعر في هذا البيت إلى وزارة الثقافة ليكون معلما ثقافيا بارزا وتخليدا لاسم الشاعر وذكر الشاعر. تقام في هذا البيت الأمسيات الثقافية ومهرجان عرار الشعري والمعارض الفنية، وهو يعني مقر للأدباء والمثقفين الذين يقومون بزيارته، بالإضافة إلى طلاب المدارس وطلاب الجامعات وقسم العمارة أحيانا للاطلاع على هذا البناء وعلى النمط المعماري المميز الذي تم البناء. يعني عرار كنت للأردن كالنبراس في التيه، تنادمه تغازله وتسكره وتصحيه، تهب لنصره شرسا إذا نادى مناديه، ويوم يمسه ظلم تواسيه وتبكيه، كتابك مثل قاموس يصور كل ما فيه.